كل سنة تقريباً في نفس الوقت هذا يكون موسم إطلاق الهواتف الذكية. صحيح. والسؤال اللي يحير كثير من الناس كل مرة، وش الجهاز اللي لازم أشتريه؟ والموضوع شوية صعب مع تعدد الماركات والميزات المختلفة من جهاز إلى آخر. بس طبعاً إحنا نقول لهم ما يخافوا، معانا خبير في التقنيات وكل شيء تقني جو عكاوي، اللي أكيد حيساعدنا عن اختيار او على طريقه اختيار الهاتف. يعني احنا مثلا بنات، او ما اعرف انتم كمان والله حتى الشباب، سر يعني بس اهتمامنا انه الكاميرا. صحيح، في الكاميرا الاهميه دائما على جميع الهواتف. مين ما كان بيستخدم الهاتف هلا طبعا صار كله مهتم بالخدمات تبع السيلفيز، عم بيسافر ما عدنا نشوف الكاميرات الكبيره بالسفر بالذات. صحيح. اللي عم يتنقل بين بلدان ما بده يحمل معه مثل عده كبيره. صحيح. بيحمل معه بتليفون صغير. هلا في تركيز المشكله على الكاميرات، انه الكل بدل مهووس بكميه الميجا بيكسلز، وهذا عاد بنشوفه هلا الارقام صارت عاليه جدا على جميع الهواتف كله 20 بلس و20 ميجا بيكسل. يعني فيك تطبع الصوره بتنحط على بورد على الشارع. صحيح. الشخص العادي منه محتاج 20 ميجا بكسل تصور صوره. صار في احترافيين مصورين لبعض الجوالات. ايوه. صحيح. فهذا صحيح. حلو. يعني هو يعني الشيء اللي عم نشوفه عم بفرق استخدام الهواتف اليوم هو شو اللايف ستايل تبع الشخص. اذا الشخص مثلا بحب يتسلى جبال مثلا ويصور صور بالطبيعه، بهمه التليفون يكون له متانه منيحه كثير، انه اذا قلب من ايده ما ينكسر، تكون الشاشه صلبه، يكون له اكسسوارز خارجيه. هلا مشكله ثانيه بتلاقيها بماركات معينه، انه بالعالم العربي بالذات في ماركات تيجي من اسيا احيانا ما لها مراكز خدمات. يعني الماركات العالميه بتلاقي انه اذا انكسر الهاتف في محل ياخذوه يقدر يصلحوه ويغيره بالتليفون يبدلوه. بالضبط. فهذه النقطه لازم الكل ينتبه عليها، انه يمكن يسمعوا عن كثير شغلات جديده، انه هالتليفون جاي مع عده كبيره وكل الاكسسوارات، بس اذا صار شيء للهاتف تكلفه تصليحه بتكلف اكثر من الهاتف. بده ينبعث لبرا قبل ما يرجع، مع الشيبينج كوست بصير معقد شوي. بس جوعكاوي بعد السؤال اللي يطرح نفسه، إيه؟ انه خصوصا في الفتره هذه صارت موضه انك تغير الجوال ويصير عندك احدث جوال، وحتى الناس يطلعونك بنظره اوه والله صارت معي، اقسم بالله صارت معي. انا عندي يعني جوال شويه موديل العام الماضي، فرحت انا الحدث وجلست كذا. اي العام الماضي فجلست كذا وحطيت جوالي على جنب وطالعني واحد كذا والله كذا قال لي مذيع في ام بي سي، اوف وهذا جوالك مو جوال السنه. فعليا صار الناس انه يهتمون لهالاشياء هذه. انا بنتقد، انا عندي جوال اقدم بكثير كمان. ايوه فانا عندي عادي، انا متصالحه مع نفسي في هذا الموضوع. هلا ما عم نشوف فروق كبيره بين الاطلاقات اللي عم بيصير كل سنه، يعني بيصير تعديلات صغيره، بالذات اكثر تعديلات عم نشوفها هي على البطاريه، لانه كثره الاستخدام صارت شديده عند الناس. حتى في ناس حتى عندها جوالات اخرى عشان استخدام السوشيال ميديا، فبتلاقي ناس عندها تليفون بتستخدمه بس للاتصالات، وفي ناس بدها تليفون فيه سعه بطاريه ضخمه. صحيح. لانه من الصبح من ما يفيقوا تيناموا على سناب شات او على انستغرام الحياه كلها، وبدك سيبريت داتا باكجز لاستخدام الانترنت. ف معك حق، منك مجبور يكون عندك أجدد تليفون، لأنه التليفون فعلياً إذا عمره بين سنتين لثلاث سنين حتى في دل ماشي، وكل التطبيقات عم تنزل مساندتها. يعني آخر تغييرات شفناها عم توقف هلأ سبورت لهواتف عمره 6-7 سنين. فإذا واحد عنده جوال عمره بين سنتين أو ثلاث سنين ما في مضرة أبداً يكون حمله، لأنه كل التطبيقات تشتغل عليه أول شيء، وتاني شيء الكاميرا بتكون منيحة والبطارية بتكون مقبولة للاستعمال اليومي. طب إيش الجديد اللي حقدموه لنا دحين هذا السوق؟ يعني أبغى أعرف شيء جديد، يعني هل في شيء كذا واو خيالي حيصير؟ هلأ كل التركيز لأنه المحتوى عم بيصير على الفيديو أكتر شيء، عن طريق التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وجوجل، كله عم بركز على الفيديو، فكل التركيز عم بيصير على الشاشات تبع التليفونات. فبتشوف هيدي هي النقطة الناس مهتمة فيها، انه هيدا التليفون عم يعطيني الالوان الصحيحة، الالوان المضبوطة. وكمان مع التطور بعالم الواقع الافتراضي مع الفي ار هيدسيتس والاي ار هيدسيتس بسموها، اسعارها عم تنزل، فصار في كتير ناس عندها انه اوبورتيونيتي تحصل على هذه الأجهزة، فصار بدك الهاتف يقدر يساند هذه الأجهزة الخارجية. فإذا الهاتف اليوم صار مثلا ما عنده VR support اللي بسموه بالإنجليزي اللي هو الواقع الافتراضي، هذه صارت نقطة سلبية أو سيئة على الهاتف. فهذه هي النقطة اللي حنشوفها حتتغير. هلأ الهاتف نفسه بعتقد وصل لمرحلة تطور فيه ما حنشوف شيء جديد، لأنه شفنا كل شيء فينا نشوفه من الهاتف، بس الاكسسوارات الخارجية هي اللي حتغير بالضبط شو المتطلب من التليفون بعد. جو يعني بصراحة أنا فترة سابقة كذا تدريجيا بديت بجوال صغير، بعدين كذا كبرت مساحتها. الحين بصراحة ما أقدر إني أرجع لواحد أصغر. صحيح. فهل راح يكبرون من حجمهم ولا خلاص؟ أنا أحس إن ممكن أتدخل في الموضوع. تفضلي. أنا أحس إنه لا حنرجع للصغار. أنا حاسة إنه حنوصل لمرحلة أو الجيل اللي بعد يعني إن شاء الله يعني حيطلعوا، أحس إنه حيقعدوا يتريقوا علينا على شكل هواتفنا كيف كانت كبيرة قد كذا.
انا كده اتخيل. وكمان هذا الموضوع برجع لشو الواحد عم يستخدم الهاتف تبعه، يعني اذا شخص مثلا بهمه يسافر يقدر يستخدم الهاتف تبعه مثلا يعمل ريبليسمنت نقول لاكسل او باوربوينت، يقدر يعمل يعني يشتغل شغله اللي هو بيقدمه بالنهار، محتاج شاشه كبيره. بس اذا شخص محتاج بس اتصالات، يقرا ايميلات، يبعث رسائل نصيه او واتساب وكذا، الشاشه الصغيره بتساند. فهو الشاشه طبعا بتقول الناس بتقول انه احلى اذا بحضر فيديو بيكون كبير والوانه اكبر فعلا. بس فعليا الشخص منه محتاج شاشه اكبر من 4.7 اللي هو الحجم الطبيعي لاي هاتف فيك تشتريه. بس جو هالايام صاروا الناس خلاص يستخدمون الجوال بدل اللابتوب بدل التابلت، يصير كل شيء في حياتهم. شيء مكان صح معك حق صحيح. يعني صراحة أنا أحس إنه هذا الموضوع فعلاً مهم وقد إيش يمكن يفيدنا. بس في تطبيقات إحنا برضو ما بنستفيد منها، يعني أنا مثلاً أجيب جهاز أحدث نوع وأنا واحدة منهم وما استفيد من ولا شيء غير الكاميرا وممكن البطارية. صحيح، كثير من الهواتف بجماعة اللي بنسميه ستايلس اللي هو القلم اللي بنسحب من التليفون وتكتب فيه. العديد من الخدمات الهاتف نفسه بوفرها لاستخدام القلم، بس في كثير عالم بتستخدمه لتلعب فيه ألعاب، يمكن تكتب اسمها ترسم شيء. فأجن يعني في خدمات لا احنا محتاجين منها الجو من جد عن جد والله. اليوم تدينا كده تطبيقات مهمة يعني مثلا من ناحية الكاميرا من ناحية أشياء، لأنه احنا من جد أنا بقول لك فعلا ما بستفيد منه. يعني إيش الفائدة أنا أدفع مبلغ كبير عشان أحصل على أحلى جهاز والناس يقولوا والله حلو، بس أنا ما عندي صحيح الخلفية عنه. بس هو كمان الشغلة النقطة المهمة هون لجميع المستمعين ولقلنا نحن كمان، أنه مثل ما قلت أنت منك مجبور تدفع مثلا قول $1,000 حق تليفون جديد. يعني ما تنظر على الهواتف تنزل في في هواتف صار سعرها 5000 ريال سعودي تقريبا. هذا رقم عالي كتير لهاتف حيتغير بعد سنة. فبهاللحظه لازم الشاري المستهلك العربي ينظر على التليفون ويقول انا ماني مش هستخدم 80% من خدمات هالهاتف، ليش اشتري هالهاتف؟ بس جو ترى مو 5000 إيه. إذا صار الواحد عنده 5 عيال والخمس صحيح. عيال كلهم يبون صحيح، فكان طلع 25,000 كل سنة بتدفع. هيدا غير إذا الشخص نفسه عنده أكثر من هاتف. إذا أنت عندك هاتفين أو 3 هواتف بصير أنت الكلفة الشخصية عليك أكثر من العيلة كلها. يعني صح صح إيه. يعني هذا مصروف والله كبير، وزي ما قلت صحيح. يمكن أنا السنة الجاية ما حاشتري تليفون جديد، لأني خلص أنا خليني أنبسط يعني سنة صحيح. سنة يعني لازم يكون عندنا كمان هذه الثقافة إنه نتعلم على الشيء اللي عندنا. هي عملية سيرة يوصل الشخص على الكاونتر بده يشيل التليفون ينظر للمواصفات versus السعر صحيح. إذا لاحظ أنه أنا مش هستخدم كل هالميزات وفيني أخذ الميزات الرئيسية اللي بتفيدني أنا بربع السعر مثلاً، خليش الهاتف اللي بيناسب احتياجاته. طيب الحديث عن الأسعار هل في توقعات أن السنة الأسعار ترتفع لفوق ولا ثابتة ولا؟ في أخبار متناقضة عن هالموضوع، يعني الهواتف اللي هي بسموها فلاكشيب اللي هي كل شركة عندها تليفون فلاكشيب يعني هو أهم وأغلى هاتف عندها، هيدا حيدل سعره بالبراكت العالي. هلأ هالشركات صارت أسكى، صار عم تفهم إنه مش كل الناس اهتمامها هالتليفونات، لانه طبعا في 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 يلي عنده ضيقه ماديه يعني عايشين معنا مفروض كمان عارفين الوضع الاقتصادي في يعني طبعا مش. طبعا فصار في كل ماركه صار عندها العديد من الاوبشنز المتوفره، يعني في هواتف تبدا اسعارها من تقريبا ال $100 لل $1,000 تقريبا، فالرين صار واسع جدا من الهواتف. فمن كان في تقرير من شهر تقريبا الاسعار حدلت تطلع، بس ما في خيارات متوفره حاليا. صح صح السوق مفتوح لكم، بس كيف هيتجوز علينا من ايه؟ مين مزعلك؟ زعلانة لا زعلانة إنه بطلت تطلع لها أسماء. فاكرة التلفونات الصغيرة مزبوط. الشبح إيش تتذكر كمان؟ طناف دمعة الدمعة لا الدمعة دي كانت مأساة. الجوال الأنيس الهدهد هالتلفونات القديمة الفيصلية المملكة صحيح يعني كل دولة عربية كان لها أسماء. لازم نرجعها، إحنا ندرجها عن جديد. يلا جهزي جوعك وشكرا لك يا ألف عافية. جبت لنا منى من لبنان دايما خلاص دايما من فين بعدين بخبرك يعطيك ربي ألف عافية.